هجرة السلمون 17 يوما تنتهي بالموت. في منتصف شهر أكتوبر يشهد نهر آدامز في كندا هجرة مميزة للملايين من أسماك السلمون الأحمر التي تعبره في رحلة طويلة تمر خلالها عبر نهر فريزر ونهر تومسون لمسافة 4000 كيلومترا للوصول إلى نهر آدامز المحطة الأخيرة، حيث تستقر في مصبه لتضع بيضها وتموت، ويهاجر حوالي 10 إلى 15 مليون من سمك السلمون الأحمر كل 4 سنوات إلى نهر آدامز مرورا بنهري فريزر وتومسون، حيث يضع بيضه في مصب النهر في رحلة تستمر 17 يوما. ومع أن هجرة السلمون تكون سنوية، إلى أن الهجرة الكبرى تتكرر كل 4 سنوات، ويواجه سمك السلمون خلال رحلته الطويلة عدة تحديات، منها اجتياز المياه السريعة ومنحدرات الأنهار، علما أنه لا يتناول شيئا خلال هذه الفترة، بل يعتمد على احتياطات الدهون المخزنة من التغذية التي تناولها في مضيق جورجيا أواخر الصيف. وهجرة السلمون في نهر آدامز حدث كبير تنتظره الدببة والصيادون وكذلك السياح بكل شغف. ففي عام 1913 اصطاد الصيادون حوالي 31 مليون من أسماك السلمون الأحمر في أكبر رحلة صيد، ولم يتكرر هذا الكم من الصيد إلى يومنا هذا.